هل موسى نقل العبادة المصرية وأعطاها صبغة يهودية؟ If the Bible said homosexuality is sin, then it is sin. Has authority. كتير قوي من اللي تحولوا من الديانات الأخرى إلى المسيحية اللي غيرهم الكتاب المقدس. لما أجي أقول الكتاب المقدس فيه ميثولوجيا، يبقى إيه الفرق بينه وبين جلجاميش؟ ابعد عن البورنوغرافي، ابعد عن أي تنتيشن، ابعد عن أصدقاء السوء، لأن مفيش حد هيجي بعد المسيح يقول لنا تروث أكتر من المسيح الهولنا. تعمل إيه؟ أنت رايح بمفردك، عندك شيبش بقطوع، إيه إمكانياتك؟ يعني أكيد المحاضرة دي هتتهاجم على السوشيال ميديا. يعني أنا لو أنا تنزلت عن الإيمان ده، يبقى أنا بتنازل في حق المسيح. شكراً للهراطقة لأنهم بآرائهم الهرطوقية أبرزوا لنا جمال الأرثوذكسية. تفضل نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الإله واحد أمين. كيرسون يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعددنا وأتابنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب لنا. أيها السيد رب الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعددتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك والمضاق المقدس هذا. أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة ورفات ومحبة البشر لوات ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعز والسجود تليق بك مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان وظهر الدور كلها أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كسر رأفتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي طهرني، لأني عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين، لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بلا سامح وبلبي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضع علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من السلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المساقة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل أسامي، قلبا نقيا اغلق فيها يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بقة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، فعلم الأسماء ترقك والمنافقون إليك يرجعون، نجني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي فيخبر فمي تسبيحك، لأنك لو أسرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، فالذبيحة لله روح من ساحق والقلب المنكسر والمتواضع لا يزرها الله، أنام يا رب مسرتك على صهيون والتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح البر قربان المحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك كده يقول الليلويا. نمبيب نماثوام دوكسابتري كايو كاغم نماتي كانين كاي كاستوسن استونامين. The prayer and doxology of the 11th hour of this blessed night we offer up unto Christ our King and our God,
begging him to forgive us our sins from the Psalms of our father David, the prophet and the king. May his blessings be with us all. Amen. Everybody together. I lifted up my eyes to the mountains from where my help shall come. My help shall come from the Lord who made the heaven and the earth. He will not let your foot be moved, and your keeper will not slumber. Behold, he who keeps Israel shall not slumber nor sleep. The Lord shall keep you. The Lord shall cast a shelter upon your right hand. The sun shall not burn you by day, neither the moon by night. The Lord shall preserve you from every evil. The Lord shall keep your soul. The Lord shall keep your coming in and your going out from this time and forever. إليك رفعت عيني يا ساكن السماء فها هما مثل عيون العبيد إلى أيدي مواليهم ومثل عيني الأمى إلى يد سيدتها كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى يتراءف علينا ارحمنا يا رب ارحمنا فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار أردده على المخصبين والهوان على المتعظي Those who trust in the Lord are as Mount Zion. He who dwells in Jerusalem shall never be moved. Mountains are round about her, and the Lord is round about his people from this time and forever. For the Lord shall not allow the rod of sinners to be upon the lot of the righteous, lest the righteous might stretch forth their hands to iniquity. Do good, O Lord, to those who are good, and to those who are upright in their heart. But those who turn to stumbles, the Lord will banish with the workers of iniquity. Peace be upon Israel. ولما قام من المجمع دخل بيت سمعان وكانت حماه سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها فوقف فوقا منها وازدجر الحمى فتركتها وفي الحال قامت وخدمتهم وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم أمراض بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه أما هو فكان يضع يدي على كل واحد فيشفيهم وكانت الشياطين تصرخ من كثيرين وهي قائلة أنت والمسيح ابن الله فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون لأنه كانوا قد عرفوا أنه المسيح تن أشتم بخريستوس نبك يوتي أغاسوس بيبدو ما اسوى جي اكتون كاك سوتي مون اينا If the righteous one is scarcely saved, where shall I, the sinner, appear? The burden and heat of the day I did not endure because of the weakness of my humanity. But, O merciful God, count me with the fellows of the 11th hour. For behold, in iniquities I was conceived, and in sins my mother bore me. Therefore I do not dare to lift up my eyes to heaven, but rather I rely on the abundance of your mercy and love for mankind, crying out and saying, God, forgive me a sinner and have mercy upon me. Hasten, O Savior, to open to me the fatherly bosoms, for I have wasted my life in pleasures and lusts, and the day has passed by me and vanished. Therefore now I rely on the richness of your never-ending compassion. So then do not forsake a submissive heart, which is exceedingly need of your mercy. For unto you I cried, O Lord, humbly, Father, I have sinned against heaven, and I am no longer worthy to be called your son. So make me as one of your hired servants. With every iniquity I did with prudence and activity, and every sin I committed with eagerness and diligence,
and of all torment and judgment I am worthy. Therefore prepare for me the ways of repentance, O Lady the Virgin, for to you I appeal, and through you I seek intercession, and upon you I call to help me, lest I might be put to shame, and when my soul departs, my body attend to me, and defeat the conspiracy of the enemies, and shut the gates of Hades, lest they might swallow my soul, O you blameless bride of the true bridegroom. صلاة تسبعة الساعة الثانية عشر من هذا النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي أرجو أن يغفر الخطايا الكثيرة من مزامير تلاتي إلى بينا داود النبي والملك بركات على جميعنا أمين. أذكر يا رب داود وكل دعتي كيف أقسم للرب ونظر لله يعقوب إني لا أدخل إلى مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراشي ولا أعطي لعيني نوما ولا لأكفاني نعاسا ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها قد سمعنا به في أفراتة وجدنا في موضع الغابة لندخل إلى مساكن ونسجد في الموضع الذي استقرت في قدمه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك. كانتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون من أجل داود عبدك. لا ترد وجهك عن مسيحك. اجعلنا من ثمرة بطنك على كرسيك. إن حفظ بنوك عهدي وشهادتي فبنوهم أيضا يجلسون إلى الأبد على كرسيك. لأن الرب اختار صهيون ورضيها مسكنا له. هذا هو موضع راحتي إلى أبد الأبد. ها هنا أسكن لأني أردته. لصيدها أبارك بركة. لمساكينها أشبع خبزا. لكهنتها ألبس الخلاص. هناك أقيم قرن لداود. هيا تسراجا لمسيحي. لأعدائي ألبس الخزي وعليه يظهر قدسي. هللويا. سبح الرب يا أورشليم. سبح إلهك يا صهيون. لأنه قد قوي مغاليق أبوابك وبارك بنيك فيك. الذي جعل تخومك في سلام ويملأك من شحم الحنطة. الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا. المعطي الثلج كالصوف. المزر الضباب كالرماد. ويلقي الجليد مثل الفتات. قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتذيبه. تهب ريحه فتسيل المياه. المخبر كلمته ليعقوب. لم يصنع هكذا بكل الأمم. وأحكامه لم يوضحها لهم. هللويا. زكساسي أوسي أوسي منفصل مشات معلمنا ماري لوقا البشيرة تميز الطار بركاته على جمعنا أمين. وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان. وهذا الإنسان كان برا تقيا متوقيا تعزير إسرائيل. والروح القدس كان عليه. وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب. فأقبل بالروح إلى الهيكل. ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنع عنه كما يجب في الناموس حمله سمعان على ذراعيه. وبارك الله قائلا الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك. لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب. نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. تين أشت موكو بخري ستوسنين بكيو تين غصوصني بابن وما اسوى جي اكتونك صوتي من
فوزان عتيد أن أقف أمام الدياد العادل مرعوبا مرتعبا من كسر الذنوب لأن العمر المنقضي في الملأ يستوجب الدينونة لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة لأن التراب في القبر لا يسبح وليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى المخلص بالتوبة قائلا اللهم ارحمني وخلصني ذوق سابتك لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل فأي جواب تجيبين وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة أيها المسيح إلهنا لكرسي حكمك المرهوب أفزع ولمجلس دينونتك أخشع ولنور شعالاوتك أجزع أنا الشقي المتدنس الراقد على فراشي المتهاون في حياتي لكني أتخذ سورة العشار قارعا صدري قائلا اللهم اغفر لي فأني خاطي كاني كعي كستوسي أونستوني أونو أية العذراء الطاهرة أسبلي ظلك السريع المعونة على عبدك وأبعدي أمواج الأفكار الرديئة عني وانهدي نفس المريضة للصلاة والسهر لأنها استغرقت في سبات عميق فإنك أم قادرة رحيمة معينة والدة ينبوع الحياة ملكي وإله يسوع المسيح رجائي تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية مبارك أنت يا رب إله أبانا متزايد بركة واسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد أمين فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل تكن عليك لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حيني اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين مبارك أنت يا رب علمني عدلك مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك مبارك أنت يا رب أنر لي برلك يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد أعمال يديك يا رب لا ترفضها لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل أنا طلبت إلى الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك لأنك أنت وإلهي وعندك ينبوع الحياة وبنورك يا رب نعين النور فلتأتي رحمتك الذين يعرفونك وبرك للمستقيم القلوب لك تجب البركة لك يحق التسبيح لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي أن يخمر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليل قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا المجد للآب والابن والروح القدس أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أثامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس أبانا أخواتنا الذين رقدوا يا رب نايح نفوسهم يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا يا من بلا خطية يا رب عنا واقبلت البطن إليك لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين
اللهم اجعلنا مساكين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء السلام لك نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين وليتي الإله أم المسيح أصعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح لنا العذراء القديسة اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفسنا ويغفر لنا خطايانا أيتها العذراء مريم والية الإله القديسة شفيعة أمين الجنس البشري نعظمك يا أم النور الحقيقي لأنك ولدت لنا مخلص العالم بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين نعم نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا آمين كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون قدوس 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 رب السبعوت السماء والأرض مملأتين من مجدك وكرامتك ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات
تحليل الغروب. نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد، وابطل سرف آخر المنصوب لنا. هب لنا في هذه الليلة مقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال. تحليل النوم. يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك. تعيش وتصلي. هنقول ترتيلة مع بعض لغاية ما سيدنا يوصل.
about
إلي سونيماس أثيوس أباتيرو بالكتور بانجية رياس إلي سونيماس بشويسف نوتين تيني قوم شبيني مان جي أمون انطانن أفو إيسوس خنان ثلبسيس تنين هوك هيجي في الإيروك و لورد ميكس ورزي تو بري ثانكفلي أور فاذر هو أرت إن هيفن Irene Passi Marin Chebeh Mutin Tot Fimberif Erbethanif Oh Naitif Not Fiotim Ben Choice Open Nuti, Open Sotir Isus, Be Christus, J of Erisk Pazinigun, of Ervoithenerun, of Arheron, of Shoptener of Aftiansu Eron, of Titoten, of Intensha, Ehri Etai, Onothai, Ensof on Marinti, who Er of Hopos, and of Arheron, Henpai, Ehus, Uabfai, namely Otiron Teben on. خن هيريني نفين جيبي بانتكراتوري بشويس بنوتي أيها السيد الرب الإله الضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا تدبنا إلى هذه الساعة لك يرحمنا الله وترافعنا عينا واسمعنا عيننا وأقبل سؤالات وطلبات قديسي من رب الصلاح عنا في كل حين وأن يحفظ حياة قيامة بين المكرم البابا نعمة أدروس الثاني وشركائي في الخدمة الرسولية أبين الأصاك فلم بيوسف ولم برفير ولم بديه إيفين ويغفر لنا خطايانا Therefore, we ask and entreat your goodness, O lover of mankind, grant to complete this holy day and all the days of our life in all peace with your fear. All envy, all temptation, all the work of Satan, the counsel of wicked men and the rising up of enemies hidden and manifest, take them away from us and from all your people and from this your holy place. أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان دوس حياة على قارب كل قوة العدو لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالنعم ورافات محبة البشر لو أتمنى واحد الجنس ربنا ونخلص نسوع المسيح هذا لازم قبل المجد والإكرام والعزة والسجود لي بك معه مع الروح الكرسة محموسة ولك الآن كلها وأن دار الدور كلها آمين جعلنا مستعقين كلها بشكر بان الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على زنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة بارك سيدنا
Father and of the Son and of the Holy Spirit, one God, Amen. It's such a great blessing to be here with His Grace Bishop Yusuf, the Bishop of the Southern Diocese of the United States, and His Grace Bishop Amber Rafael, the Bishop of downtown Cairo, and His Grace Bishop David, who is the Bishop of New York and New England, as well as the Papal Exarch of the Archdiocese of North America. Welcome to all of you with the blessings of their graces. We're so excited and so happy for the first time to be involved in this wonderful endeavor. We called it the Faith, Truth, and Life Convention, and we hope that throughout the blessed lectures that you will all be hearing from our blessed fathers, the bishops, that the words that they will give us, their graces, will be filled with faith and truth and give us the way that we may live our life according to God's holy and blessed will. From the earliest times of the church's existence, the Church of Christ has always been concerned with the truth. The truth. The truth that St. Jude, the apostle, said in verse 3 of the only chapter in his letter, that he requested from us to contend earnestly for the faith which was once and for all delivered to the saints. It's the truth that dispels error, truth that dispels confusion, and the truth that guides the believer to live a life of faith pleasing to God. And the true path of faith, as we, all of us, have been taught by our Holy Mother, the Church, preserves over generation to generation, and she preserves it in a very meticulous way. The Orthodox faith. And the Orthodox faith has always been defended by the wonderful and most powerful spiritual fathers and teachers of our church. Following the example of the Lord Jesus Christ himself, who dispelled all of the wicked lies and heresies of those who were around him during that day, patriarchs, countless bishops, patriarchs, popes, metropolitans, priests, lay people followed their footsteps to defend the Orthodox faith to their very last breath. So in this same spirit, in this convention, which we have the blessing of our distinguished panel, our distinguished fathers, distinguished for many reasons. I don't want to waste your time because we have so many valuable things to learn from our blessed fathers, the bishops. But the one thing I will say, if I may, is that the distinguished spirituality, clarity of teaching, and love for the church we find in our blessed fathers. And this is something that we kind of take for granted sometimes. We think that everyone is like that. And we pray for everyone to be like that and to follow the examples of our holy fathers. And so, my beloved, we invite you during this convention to delve into the deep aspects of our faith that will be touched upon by our beloved bishops, their graces, and we invite you to attentively hear these words who will lead us to a deeper understanding of our Orthodox, our Coptic Orthodox faith, in hopes that we are enabled to live the fullness of our Orthodox faith as we journey all toward the kingdom of heaven. May God grant that we all have a share and an inheritance in the kingdom of heaven with the saints. Without any further delay, His Grace Bishop David
will be giving us a wonderful introduction into this momentous occasion of this great convention. And then I'm sure you've, when you checked in, you received a brochure, okay? And if you didn't, you need to join Telegram. All the stuff will be on there. Okay, all this should have been told you as you went in. I won't go into the housekeeping issues. We'll do it after the first lecture. So please welcome His Grace, Bishop David. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God. أنا سمعتكمش قلتوا أمين لما سيدنا قال in the name of the أنتم مش you believe in the Father, the Son, the Holy Spirit, one God؟ أنتم مش بتقولوا أمين ليه؟ أنتم مش بتخافوا من كلمة أمين؟ In 1 Corinthians chapter 14, St. Paul says, if the people don't understand, he was highlighting the fact that people need to understand what's being said. Why? He said, if they don't understand, how can they say Amen? Which means that in the church, Amen is not a Protestant word. It is an Orthodox word, and you have to get used to saying Amen. It's not like when I say something, it means I believe it, right? But when you say Amen, what does it mean? I believe. فلما تسمع حاجة وانت you believe in it, you have to say Amen. خفوش من الكلمة دي. خلص يعني. أرثوذكسية تمام يعني. انتوا بتتعلموها في مؤتمر أرثوذكسي مظبوط يعني. خفوش. We are very thankful to God for the blessing of these 3 days that we are going to be spending together. We are very thankful to God, number one, to His Holiness Pope Tawadros, of course, who blessed this retreat, and for the presence of two of our greatest bishops. Please welcome His Grace Bishop Yusuf. And His Grace Bishop Raphael. I'm personally so excited to learn a lot from their graces because they are my fathers and they are the best to speak about the topics for this spiritual convention and theological convention. And I urge you to be ready and buckle up to learn a lot about our Orthodox faith. And we're very thankful to God that finally we can sit in a room without masks and we can breathe fresh air like human beings do. It's going to be great. You have to understand that these topics have been very carefully selected. The idea for this convention came because for some time now, many of you, I'm sure, have been following up on wrong teachings. Let's put it this way. Wrong teachings. Now, anyone can say anything, and people are confused. What does our church believe? Right? And in every generation, God sends the church, the authority, the fathers, who always respond. Whenever they hear false teaching, they respond. And two of our greatest fathers, the bishops, as I told you, are His Grace Bishop Yusuf and His Grace Bishop Raphael, were very thankful to God that they could make the time in their very busy schedule to be with us for the next 3 days. Some people say, why can't we just be friendly and lovely, and we love all Christians and we're all one. Aren't we are all one? No, we are not. Because what is the definition of being one? I hope that after the 3 days today, you will understand what is the definition of being one, right? We can be one in many aspects, but what do we mean in the church when we speak about this oneness, right? So hopefully, that you will understand this by the end of the 3 days. I just have a few more minutes in the introduction that I wish to say a couple of things before we hear their graces.
In the Gospel according to St. Luke, chapter 18, verse 8, the Lord says, "When the Son of Man comes, will he really find faith on the earth?" بالعربي. متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض. خذوا بالكم أن العربي أدق. And in Coptic, if najem, if nahti, if is the definite article for masculine singular, right? ففي هنا masculine singular for the definite article. When you speak about definite article, it means you are talking about something definite. مش كده؟ يعني كان ممكن يقول لعله يجد إيمان، أي إيمان وخلاص. يعني عند ناس عندها إيمان. لكن لما يقول الإيمان معناها إيه؟ specific faith. يعني دي معناها حاجتين. إن السيد المسيح بيقول لما هيجي هيكون في ناس عندها الإيمان الحقيقي، الإيمان الوحيد اللي هو سلمه للكنيسة، زي ما بنقرأ برضو الآية اللي قالها أبونا الحبيب أبونا إبراهيم اللي تعب كتير قوي في التجهيز للمؤتمر، بيقول إيه؟ أيها الأحباء، إن كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك، اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا فيها جهاد لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين. إيمان برضه الإيمان. Okay, so I found it necessary to write to you exhorting you to contend earnestly for the faith. The faith برضو definite article, right? مش أي faith بقى. يبقى في هنا إيمان مسلم مرة للقديسين. على فكرة إحنا أنتوا لو شفتوا يوم ما ترسمنا سقفة، مش شفتوا التعهد بنقول في إيه؟ هنحافظ على الإيمان. عشان كده إحنا تلاقونا كلنا مستعدين بنتكلم بحماس. ليه؟ لأن في تعهد هنتحسب عليه قدام ربنا. وعلى فكرة كل واحد فيكم هيتحسب قدام ربنا على هذا الإيمان. تعلموا أولادكم الإيمان، مش تعلموا كده يبقى مسيحي وخلاص، لا، علموه يبقى أرثوذكسي. كل واحد فيكم مسؤول يعلم أولاده يبقى أرثوذكسي. Every one of you is responsible to teach his children to be orthodox. We will understand this more. تقول له لما ديفيد ده متعصب ومن أولها كده، لا، ده مش تعصب. هنفهم ان ده مش تعصب، ده المحبة ان احنا نعلم الناس. ده تعليم الكتاب. This is the teaching of the Bible. And any deviation we call it a heresy. Okay? Therefore, as you have the outline of the schedule, we will hear now from His Grace Bishop Raphael about the first topics, set of topics is about the Bible. So, what did the fathers teach us? And what does the science teach us that we can respond to? And mythology, the idea of mythology. This is the first lecture. And then His Grace Bishop Yusuf will talk to us again tonight about the inspiration. What do we understand? بنقول إن الكتاب موحى به. إيه مفهومنا للوحي؟ إزاي الكتاب موحى به؟ How is it inspired? How do you understand this? Okay? And then tomorrow we have four lectures. His Grace Bishop Yusuf will talk to us about a controversial issue about homosexuality. دلوقتي في letters كده عمالين يرصوها جنب بعض والletters مش هتخلص. L G B Q وبعدين في ايه تاني؟ L G B T Q بلس. ما هو البلس بقى مش عارف وصل لكام وعشرين ومش هنخلص بقى. طب what does the Bible teach us? Notice that the Bible is our reference, right? We have to know what the Bible teaches regarding many of the controversial issues. So His Grace Bishop Yusuf will talk to us about this topic. And then His Grace Bishop Raphael will talk to us about heresy and heretics. How did the church stand against the deviation from the faith? We understand now that there is one faith, the faith. What about any deviation? If someone comes and says, this is what I believe, and we tell him this is not the faith of the church, and then he insists, what does the church do? Do we just say, oh, we love you? What about St. John the Beloved, who encouraged the people to leave the room because he said, I'm afraid that this building will tumble down
because this heretic is inside it. وده قديس المحبة كلها بيقول لك اهرب اجري وبيقول لك ما تفتحلوش الباب. ولك طب انت قديس المحبة قديس المحبة بس في حتة بقى هنا ايه فول ستوب. لازم نفهم انت كأرثوذكسي لازم تبقى فاهم كويس قوي الحكاية دي. في فرق كبير قوي بالمحبة والحفاظ على الإيمان. والمحبة إن أنا أقول للناس الإيمان السليم إيه عشان يوصلوا للسم، لكن مش هجامل حد على حساب الإيمان. Last two lectures will be about doctrine and life, His Grace Bishop Raphael, and the last one will be about the tradition. What is the tradition? احنا بنقول كل حاجة تسأل سؤال يقول لك اصل ده في التقليد. So what is the tradition? This word that we hear about all the time, do we understand what it is? What is the tradition? This is not your average topics, right? It's very deep and it requires mature people. And I can see كده when I look around, you are very mature people. صح؟ When you are very ready to hear deep topics. We need to understand that Christ established one church, right? When St. Peter uttered his faith, he said, you are the Christ, the Son of the living God. Then the Lord said, blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Then he continued, and I say, and I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church. So Christ built one church with one faith. What about the other faiths that we have? We are trying to bring them back. We have dialogues. We try to discuss matters of faith. And we hope that one day we have the unity of faith. At that point, we can pray together. And we have one Eucharist, one holy table from where we can all eat the body and drink the blood of our Lord. فيبقى لما نتكلم على احنا واحد لها معنى واحد بالنسبة لنا. ان نبقى واحد في الإيمان. لأن ايه؟ رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحد. خلاص. أفلهلنا كده بولس الرسول، مدام في رب واحد. There cannot be one God, but there are multiple faith. عارفين اللي هو بيسموه ايه؟ post modernism. كل واحد عنده حتة كده من الفيث، بس ما حدش عنده الهول تروث. So we'll hear about the truth, right? Jesus is the truth. If we believe that Jesus came to tell us the truth, then we have to believe it, right? آخر حاجة هقولها لكم، إن if you are Orthodox, this is what you should believe. If you have a different belief, then you are not Orthodox. It's very simple. صح؟ عايز تبقى أرثوذكسي هو ده الإيمان الأرثوذكسي. ما مش مؤمن بكده مش هتبقى أرثوذكسي. تبقى حاجة تانية بقى. ده الإيمان اللي بنتكلم فيه في المؤتمر ده إيماننا. أنت حابب تبقى بتقول أمين؟ نرجع لكم في الكلمة الأولانية بقى. تقول أمين لما تسمعوا الآباء بيقولوا كلام هيخش دماغي يا سلام هو ده فعلا الإيمان بتاعي. قول أمين بقيت أرثوذكسي. تقول لا الكلام ده سنسمعك بقى لما ألاقي وقت زي ما قالوا البولس الرسول وعمره ما لقى وقت لأن إيه قلبه ما كانش مستعد. إحنا أرثوذكس وده إيماننا. I hope and I pray that we will all benefit and understand our faith and understand also that it's not just about our faith. Because I want you to understand, and actually it's one of the lectures, that faith reflects in our actions. مش كده؟ يعني أنت لما بتؤمن بالشيء ده بيبقى عقيدة بتعتقد فيه وبيبقى اللي هو guides your path in this life, guides your way. يبقى إيمانك هو لما تيجي تاخد قرار ماشي في حياتك تاخد قرار بيبقى على أساس إيمانك. إيمانك هو اللي بيوجه طريقك في الحياة. فلازم يبقى إيمان سليم علشان تقدر تاخد إيه؟ قرار سليم في حياتك.
I'm so delighted. I'm so happy to be part of this. I hope you are as well. We will have plenty of time to spend with the fathers and take their blessings, inshallah. But I think this is enough. We are all ready to start our topics. God bless you.